يا ترى احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مستوعبينهم في مصر؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. طب احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى سترها علينا؟ انا على المستوى الشخصي حاسس ان ربنا سترها علينا، فارجو ان انتم تقبلوا يعني شرحي ده وحجتي دي في ان الظروف صعبه، وبشكركم جدا على يعني الصبر والتحمل، ونقول يا رب ان هو يعيننا كلنا ان شاء طبعا معانا بفضل الله. احنا ما بنعملش حاجه وحشه، احنا كمصر في سياستها وتعاملها بفضل الله سبحانه وتعالى.